فتحت المطاعم والمسابح، وفي الأول من تموز سيفتح مطار بيروت رسمياً لإنعاش السياحة، لكن على ما يبدو ما من شيء يحيي هذا القطاع مع ارتفاع الأسعار نتيجة الصعود الجنوني لسعر صرف الدولار. فالمؤسسات السياحية التي تعول بشكل أساسي على بيع المشروبات الروحية تجد نفسها في مأزق بسبب صعوبة شرائها من التجار بسعر المفرق. وهذا التسجيل الصوتي الذي حصلنا عليه من محادثة أحد أصحاب المطاعم مع أحد كبار التجار هو خير دليل. ما حدا عم يسلم وما حدا رح يسلم هلا، دولار طاير 7000 8000، بكره بده يصير 10000 و15000، كيف بيقعد يجيب بضاعة؟ ما قادرين يعملوا شيء، ما عم يسجلوا بيعوا سوكيتهم، عم بيبيعوا ما بيقدروا يجيبوا غيره. بدورنا اتصلنا بأحد كبرى المراكز التجارية للاستفسار عن إمكانية شراء بضع زجاجات من الويسكي، فكان الجواب أن هذا المشروب مقطوع، وإلى أحد فروع السوبر ماركت شهير توجهنا حيث حاولنا شراء 12 زجاجة فودكا من النوع نفسه، ليتبين أن المعاملة نفسها تنطبق على الأفراد ولو حتى ببيع بسعر الجملة. 12 وحدة مثل نحن أكثر من 6 الكول ما عم نعطي، ومن كل نوع 2 قول 12. سوري بعتذر مني، فما بقدر أقطع لك بلون بضل. أنا أنت ما بقدر أقطع بلون بضل. يا جاب بس هولي عندي أنا عن ستار، ما عندي شي دفوق. مثل ما أنت بتاخذي غيري كمان بياخذ يستفيد. والله ما عندي شي وسكي هلا. والله ما عندي، سوري. طلعنا سعر الدولار عم نقبض على اللبناني على 1530، لأنه هيدا بالنسبة لنا 515 مثلا، لأنه هيدا السعر الرسمي بالنسبة لنا. هلا اللي صار إنه إحنا عم نجي نقبض لبناني، تاني يوم بنروح تنشتري دولار بيكون السعر اللي إحنا حاطينه براسنا إنه بدنا نشتري فيه تنجي نحافظ على الكوست تبعنا عم ننزل، يعني عم نخسر كل يوم منبيع، كل ما اليوم عم نخسر. مشان هيك الشركات كلها عم تخفف بيع لتشوف الدولار أي متى بده يثبت. عم بتبيع على لبنان على 1515، بس نحن كنا نبيع مثلا نقول الصندوق ب 20 دولار صار حقه 40 دولار. نحن نقصنا معامل يلي بتهتم بالمواد الأولية، نقصنا معامل تنك، نقصنا معامل إزاز، نقصنا معامل سكر، لأنه هذا كله بيدخل بصناعة الكحول. وإذا كانت هذه السلعة مفقودة على اعتبار أن دعمها غير ممكن لأنها من الكماليات، إلا أن المواد الأساسية كاللحوم تتحول بدورها إلى ترف بفعل الغلاء. أنا امبارح نزلت طلبية، الدولار كان 6600، اليوم نزل الدولار 7850، كل دولار في فرق 1850 ليرة، أنا شو بعمل فيها هيدي؟ مفقود علينا كثير الدواء، الاكل تبع المعز والغنم يلي هي الخلطات، الشعير، التبن، هدول كلهم سوا. هودي كلهم يعني مستوردين؟ لا ولا شيء مستورد بيناتهم، طن الشعير من زرع بالبقع، لغل الضمان، لغل الاجار تبع الارض، ولغل اليد العامله، بعدهم بيعطوا للشغيل الفاعل 25,000 بالنهار او 30,000 بالنهار، بعدها هي ذاتها، لاشغله لانه ما في رقابه. انت قد ايه واقف عليك كيلو اللحمه؟ واقف علي كان امبارح 33,000، اليوم واقف علي 39,200 ليره. هيدا بعظمه وبالدهن وبالشحن تبعه، كيلو البرغل كان حقه 700 ليرة علينا نحن، يلي كنا انت بتجي تقول بدي كبه ني، انا اعطيك اياها فور السيلك، البصل وال والبندوق والنعنع والبرغل والبهارات، انا اعطيكم فور فري من عندي. انا اليوم مش قادر اعطيكم بقى فور فري. حتى ان بعض منتجات المطاحن قد انقطع من السوق بسبب تهافت الناس من جهه، وبسبب تقنين الكهرباء من جهه اخرى، كما يقول احد اصحاب المطاحن الاو تي في. في المحصله كل جهه ترمي المسؤوليه على غيرها، اما النتيجه فواحده، ان الناس يعيشون كل يوم بيومه من دون ان يفارقهم الخوف على الغد.